طيب سنة أولى، تعالوا نكمل الشابتر بتاع ال body compartments. وصلنا لغاية الحتة بتاعت انتقال المواد عبر السيل ميمبرين، وهنشوف دلوقتي ازاي المواد دي بتعدي من خلال السيل ميمبرين او هو الغشاء البلازمي. يعني قال لك بتعدي في خلال بثلاث طرق مختلفة، اللي هما اما حاجة اسمها diffusion، اما حاجة اسمها active transport، اما حاجة اسمها vesicular transport. طيب تعالوا نبدأ بأول حاجة ألا وهي الديفيوجن. قال لك ايه الديفيوجن ده؟ بيقول لك ان كل الجزيئات والايونات اللي موجودة في السوائل بتاعت جسمنا كلها، من مية ومن مواد دايبة فيها، على طول في حالة حركة ثابتة، in constant motion على طول. ماشي، الحركة الثابتة دي بنسميها ايه؟ الهيد ديفيوجن. ايه هو الديفيوجن ده بقى؟ قال لك حركة انتقال الجزيئات من مناطق تركيزها عالي higher concentration لمناطق تركيزها قليل lower concentration، هو ده اللي ما يعرف بالديفيوجن. حلو. طيب مقسمينه في نوعين، اما simple اما facilitated. تعالوا نفهم واحدة واحدة. دي صورة ملخصة السيمبل ديفيوجن. يعني ايه؟ اي مواد، تعال نشوف كده، ادي ده كده بره الخلية وادي ده كده جوه الخلية. تعال نشوف، بص كام كورة خضراء من بره كتير واللي جوه قليلين. فالكورة الخضراء بتتنقل من بره لجوه من غير اي طاقة ومن غير اي حاجة، هي بس جاست ايه، ده الطبيعي بتاعها، ان هي حاجة من التركيز العالي للتركيز الاقل، بتتنقل من هنا لهنا. لو حطيت جبت حاجتين، او بص خلي الشرح ده للاسموزس، لما نيجي للاسموزس هتفهموا الحتة دي اكتر. تمام. بس هو الباسيف ترانسبورت يعني ايه باسيف؟ باسيف يعني حاجة مش محتاجة طاقة. لما اقول اكتف اعرف ان في محتاجة طاقة. ماشي. فالباسيف ترانسبورت يبقى ايه؟ حاجه تتنقل من تركيز عالي لتركيز اقل. شكرا. اهو بيقول لك ده الشرح اللي احنا لسه قايلينه، ان المواد دي بتتنقل داون اتس كونسنتريشن جريدينت، يعني حسب التركيز، فرق التركيز بتاعها من العالي للواطي، باسيفلي يعني من غير اي طاقه ومن غير ما ترتبط باي حامل بروتيني عشان يعديها. خلاص. طيب سرعة الانتقال دي قال لك في عوامل بتأثر فيها. يعني أول حاجة الـ concentration gradient نفسه، الفرق في التركيز ما بين بره وجوه عامل ازاي. كل ما كان الفرق في التركيز عالي، كل ما كان الـ diffusion rate أو سرعة الانتقال بالـ diffusion ده أعلى. تمام. وقال لك تاني حاجة بتأثر برضو عليها الـ surface area of the membrane، مساحة السطح بتاعة الغشاء نفسه من بره، كل ما كانت كبيرة كل ما كانت الديفيوجن ريت أكبر. تمام. والتمبريتشر، كل ما رفع درجة الحرارة كانت عالية كل ما الديفيوجن ريت بقى أعلى. الموليكولار ويت، كل ما كانت الجزيئات وزنها الجزيئي قليل كل ما قدرت إنها تعدي بسهولة. والديستنس اللي هو يقصد بيه المسافة ما بين المواد وما بين السيل ممبرين. خدت بالك؟ كل ما كانت المسافة أقرب كل ما كان إيه؟ سرعة الديفيوجن كانت او انتقال المواد من بره لجوه بقت اسهل. طيب بقول لك بقى ان السيمبل ديفيوجن ده ممكن يحصل بطريقه من اتنين، يا اما من بيعدي من خلال الليبيد باي لاير اللي هو الايه سيل ممبرين العادي، او بيعدي من خلال البروتين تشانلز، بيبقى فيه قنوات بروتينيه كده موجوده هي اللي بتعدي المواد. ماشي. طيب تعالوا نشوف السيمبل ديفيوجن بيعدي، يعني بيحصل ازاي من خلال الليبيد باي لاير او هوست الممبرين دايركت، من غير ولا قنوات بروتينيه او اي قناه عامه تعدي المواد عبر السيل ممبرين. قال لك في مواد بتدوب في الدهون زي الاكسجين ونيتروجين. حلو. دي بتعدي بسهوله وسلاسه جدا في خلال السيل ممبرين او في خلال الليبيد باي لاير،
اشمعنى يا دكتور؟ لان المواد دي بتدوب في الدهون عادي، فاهم ازاي؟ فبتعدي اكن مفيش اي حاجه تمنعها خالص، ولا اي بارير خالص يمنعها انها تعدي من خلال ايه، السيل ممبرين. وكل ما كانت المواد دي قابله او الزاويه بين، يعني عارف السوليوبيليتي، ليبيد سوليوبيليتي بتاعتها او قدرتها ان هي تدوب في الدهون، كل ما كانت عاليه كل ما كان سرعه انتقالها عبر السيل ممبرين او الليبيد بايلير سهله جدا. تمام، يبقى اول حاجه اول نوع اللي هو ايه، ليبيد سوليوبل سبستانسز، اللي هي مواد بتدوب في الدهون، زي مين؟ اكسجين نيتروجين. خلصنا. تاني حاجه الووتر مولكيولز، جزيئات الميه. طب قالك طب الميه دي بالمنطق كده، الميه دي اكيد ايه بالنسبه لها، لما تلاقي الدهون مش هتدوب فيها، ما بتدوبش في الدهون. تمام، بس قالك عندها صفتين مخليها قادره يعني تخترق السيل ممبرين او الليبيد بايلاير بسهوله. ايه هو يا دكتور؟ ان هي جزيئاتها صغيره كفايه ان هي تعدي بسهوله، ده اول حاجه. تاني حاجة عندها كاينيتيك انرجي، عندها طاقة حركية كبيرة جدا، بتسمح لها ان هي تخترق الجزء بتاع الدهون ده بسرعة قبل ما هو يبقى عنده القدرة ان هو يمنعها تدخل تعدي من خلال ايه، السيل ممبرين. تمام، ده كده بالنسبة لل ووتر مولكيولز. طب تعالى نيجي لل تالت حاجة، الا وهي المواد اللي ما بتدوبش في الدهون. قال لك دي برضو زي جزيئات الميه، بس دي برضو ما عندها ميزتين غير الطاقه الحركيه بقى، غير كاينتيك انرجي، هي برضو مشتركه في نفس الصفه مع الميه، ان هي صغيره كفايه ان هي تعدي. حلو، بس قال لك كمان ان تشارجد، يعني ما عندهاش اي شحنات تخليها تعمل ريبالجن، او اللي هو تعمل تنافر ما بينها وبين السيل ممبرين، فبتقدر تعدي برضو بسهوله. ممكن تكون جزيئات غير الميه، زي مين؟ زي اليوريا، جزيئات اليوريا بالظبط. طيب كده احنا خلصنا اول طريقه بتحصل بيها السمبل ديفيوجن، الا وهي الليبت باي لاير. تعالوا نشوف الروتين تشانلز بتعدي من خلالها ازاي المواد عن طريق السمبل ديفيوجن. طيب تعالوا نشوف السمبل ديفيوجن عن طريق البروتين تشانلز بيبقى مميز بايه. بيقول لك ان البروتين تشانلز دي مميزه بحاجتين، اول حاجه سيلكتيف بيرميابيليتي، وتاني حاجه الجيتنج. يعني ايه سيلكتيف بيرميابيليتي؟ يعني بالظبط اختصارا كده خيار وفقوس. يعني ايه خيار وفقوس؟ يعني القنوات دي بتعدي حاجات وما تعديش حاجات. طب الحاجات اللي بتعديها دي على حسب ايه؟ على حسب الديامتر بتاعها اللي هو القطر بتاعها، على حسب شكلها، وعلى حسب الكهرباء بتاعتها، الالكتريكال تشارجز بتاعتها. حلو، دي اول حاجه. تاني خاصيه فيها الجيتنج. يعني ايه الجيتنج؟ جيت يعني بوابه، تبويب. في عندنا نوعين من البروتين تشانلز، نون جيتد زي الشكل رقم اتنين ده كده، مفتوحه كده سداح مداح، مفيش اي حاجه مانعه مواد انها تدخل او تخرج من خلال القناه. والجيتد اللي هي بتبقى مقفولة ببروتين كده بيسموه الجيت، اللي هو البوابة، زي الشكل رقم واحد ده كده، بوابة بتفتح وبتقفل. طيب قالك ان الجيت دي بتترفع بحاجة اسمها conformational change. يعني ايه؟ يعني الحركة دي، حركة القفل البوابة، تخيل كده معايا ان البوابة دي قفلت كده، ده بيسموها conformational change. تمام، وحركة الفتح برضو conformational change، تغير تشكيلي، يعني تغير شكلي في البروتين نفسه. البوابات دي ساعات في قنوات بتكون من جوه الخلية، وفي قنوات بتكون أو بوابات بتبقى من بره الخلية. حلو، طب الفتح والقفل بتاع القنوات دي متحكم فيه بإيه؟ متحكم فيه عن طريق حاجتين، إما يا إما voltage gating، يا اما ليجند جيتنج. يعني ايه فولتج جيتنج؟ ده بالظبط زي اللي احنا شرحناه قبل كده في الاكشن بوتنشال، فاكر يا حمدان؟ فاكر الاكشن بوتنشال؟ هو ده، اللي هو ايه، دخول الصوديوم عن طريق القناة بيعمل ايه، تغير في الشحنات، فبيفتح
القنوات بتاع الصوديوم، القنوات بتاعت الصوديوم، فبيعمل فيه كونفرميشن تشينج، يفتحها عن طريق مين؟ دخول الصوديوم. ده الفولتج جيتنج، عن طريق تغير الشحنات هو ده اللي بيكهرب زي ما تقول بيكهرب البوابة فبيفتحها. تمام. طب تاني نوع اللي هو الليجند جيتنج، ده ايه؟ ده بالظبط اللي هو ان في مادة بتيجي ترتبط على ريسبتور في مستقبل كده، بتيجي ترتبط على المادة دي تقوم فاتحة البوابة زي الاسيتايل كولين ريسبتورز، فاكرها حمدان ان احنا ايه شرحناه قبل كده بالمنظر ده؟ تعالى كده تخيل المنظر ده، ادي هنا كده بره الخلية، ده كده جوه الخلية، وادي السيل ممبرين، وادي دي الليجند جيتنج شانلز. تمام. في ليجند اهو، ده الليجند اللي هو ممكن يبقى هرمون مثلا، تمام، وليكن ده هرمون الانسولين. طب وايه ايه البرتقاني ده؟ دي المواد اللي عايزه تعدي من عن طريق السيل ميمبرين بالسيمبل ديفيوجن. طيب الليجند ده او الهرمون الانسولين يقوم جاي مرتبط بالريسبتور، في ريسبتور مستقبل كده من فوق، هو ده اللي ايه عبده المأمور لما يجي عليه الهرمون يخليه ايه يقول له افتح، يديله الامر. تمام. طب تعال نشوف كده المنظر اللي جاي هيحصل ايه. شوف 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 شوف، شايف ايه اللي حصل؟ البوابة راحت اتفتحت اتشدت كده، طب خلت الايه الجلوكوز قدر يخش جوه الخلية، ده الكونفورميشن تشينج اللي حصل. تمام. الصورة دي بقى بتوريك الفرق ما بين الاتنين، ما بين الفولتج جيتد والليجند جيتد. تعال بص كده، نبص تاني على الليجند جيتد، ادي قال لك ده نيورو ترانسميتر، ده ناقل عصبي، وده الريسبتور اهو ماشي. النيورو ترانسميتر ده جه ارتبط ان اهو فتح البوابة خلى الصوديوم يدخل، فتح البوابة، خدت بالك ارتباط النيورو ترانسميتر بالريسبتور فتح البوابات فخلى ايه الصوديوم ده يدخل جوه الخلية. طب لما كانت الخلية مقفولة كان الريسبتور ده مفيش أي نيورو ترانسميتر عليه، مفيش أي ليجند مرتبط بالإيه بالريسبتور يفتح البوابة، لا الصوديوم مش عارف يدخل. تمام. ده الليجند جيتد. طب الفولتج جيتد ده قال لك اللي هو إيه دخول وخروج الصوديوم هو المتحكم في فتح وقفل الإيه الخلية، فتح وقفل القناة أقصد. طيب يا ولاد كده احنا ايه خلصنا السيمبل ديفيوجن وعرفنا ازاي المواد بتعدي عن طريق الليبيد باي لاير او هو الجزء الدهني من السيل ميمبرين، ومن خلال قنوات البروتين، البروتين تشانلز بتبقى موجودة برضو على السيل ميمبرين. طب احنا بنتكلم في ايه اصلا؟ نتكلم عن الترانسبورت خلال السيل ميمبرين، ازاي الانتقال المواد بيحصل عن طريق السيل ميمبرين. طب قولنا بيحصل في 3 طرق، اما ديفيوجن، اما اكتيف ترانسبورت، اما فيزيكولر ترانسبورت. طب واتكلمنا عن الديفيوجن وبقى قلنا ان هو ايه بيحصل بطريقتين، يا اما سيمبل ديفيوجن يا اما فاسيليتيتد ديفيوجن. طيب نخش على الفاسيليتيتد ديفيوجن. طيب سنة أولى تعالوا نتكلم على الفاسيليتيتد ديفيوجن. الفاسيليتيتد ديفيوجن من اسمه فاسيليتيتد يعني مسهل، فاسيليتيت يعني يسهل او حاجه بيعمل الحاجه خليها اسهل. تمام. بيخف الحمل. تمام. بيحمل، فسموها ايه برضو؟ بيسموها كارير ميدييتد ديفيوجن. بيسموها ايه؟ كارير ميدييتد ديفيوجن. كارير يعني ايه؟ ناقل او حاجه، او الديفيوجن بيحصل عن طريق حامل، حامل بروتيني، بيكون بروتين كده معين هو اللي بيحمل الايه المواد ومدخلها ايه جوه الخلايا ماشي، بيعملها ديفيوجن يسهل دخولها. طب المواد دي ليه محتاجه الحامل ده؟ فاكر يا حمدان؟ فاكر لما قلنا ان السيل ميمبرين قلنا ان هو عنده خاصيه السيلكتيف بيرميابيليتي، خيره فقوس، يعني في حاجات بيقدر يعديها وفي حاجات ما بيعديهاش. طب ما بيعديهاش دي قلنا كان ليه؟ علشان كبر حجمها. تمام. فالبروتين هو الكارير بروتين ده بيفاسيليتيت اللارج مولكيولز، الجزيئات الكبيره، زي مين يا دكتور؟ زي الجلوكوز والامينو اسيدز، زي الجلوكوز سكر الجلوكوز والاحماض الامينيه، لان دي معروفه ان هي ايه المولكيولز بتاعتها او الجزيئات بتاعتها كبيره ماشي. طيب
الميكانيزم دي بتحصل من غير اي طاقة، مش محتاجة اي طاقة، ومع الكونسنتريشن جريدينت. بص من الاخر كده، اي حاجة مع الكونسنتريشن جريدينت، مع الفرق في التركيز من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، فهتلاقيها بتحصل باسيف، هتلاقيها بتحصل من غير اي طاقة. اي نقل او اي ديفيوجن العكس هتلاقيه في الغالب اكتيف، فبيحتاج طاقة، بيحتاج اي تي في. تمام. طيب تعال كده نتأمل الرسمة دي. ادي ده السيل ممبرين اهو اللي هو الاحمر ده، وادي ده الناقل البروتيني مثلا ده، وبالظبط انا بحاول اجسد لكم بس ايه الموضوع بيحصل ازاي. وادي مادة عايزة تخش جوه الخلية، ده هنا جوه الخلية، ده هنا بره الخلية. تمام. بص كده اللي بيحصل، تأمل معايا. جاي هنا المادة دي ارتبطت في جت في الحتة دي عند الايه، عند الحامل البروتيني ده. بص اللي حصل، هوب راحت اتغيرت بالشكل ده، دخلت المادة جوه، وهكذا تعمل نفس الحوار تاني. تمام. دي الفكرة كلها من الايه، من الفاسيليتيتد ديفيوجن. طيب خلي بالك ان النوع ده من الديفيوجن عنده خصائص معينة، الا وهي اول حاجة السبيسيفيسيتي. يعني ايه سبيسيفيسيتي؟ جاية من سبيسيفيك، سبيسيفيك يعني مش اي حاجة بيعديها، حاجة يعني خاص بحاجات معينة بس. من الاخر كده يعني بيبقى فيه كارير بروتين او اللي هو الحامل بروتين يعني، خاص مثلا ان هو ينقل جلوكوز، كارير بروتين تاني خاص بس ينقل مين، جالاكتوز، كارير تاني خاص ان هو ينقل امينو اسيدز، وهكذا. فهو متخصص، كل كارير بروتين ليه خاصية بتاعته ان هو ينقل مادة معينة. تمام. تاني خاصية فيه الكومبيتيشن. يعني ايه كومبيتيشن؟ يعني في بعض النواقل او الكارير بروتينز بتكون بيعدي من خلالها نفس الجزيئات زي الجلوكوز والجلاكتوز، قريبين من بعض بنفس الحجم، فاهم؟ فبيتخانقوا الجلوكوز والجلاكتوز، يتخانقوا على نفس الكارير بروتين بتاعهم علشان يخشوا جوه الخلية. اوكي. بعد كده بيقول لك ان كلما زاد سرعة الفاسيليتيد ديفيوجن، او لا سوري، كل لما الكونسنتريشن جريدينت كان عالي قوي، كان الفرق في التركيز عالي قوي، كل ما كان الريت بتاع الفاسيليتيد ديفيوجن ده اسرع، بيتناسب تناسب طردي. بس خلي بالك، لغاية ماكسيمم ريت، ليه حد اقصى من الايه، من الريت اللي هو لغاية امتى؟ يعني لغاية لما يكون التركيز بره زي جوه، فاهم ازاي؟ فهو ايه، الموضوع ده بيحصل بسرعة بس ليه نهاية معينة. طيب رابع خاصية ان هو sensitive للحرارة، يعني حساس جدا للحرارة عن simple diffusion. مقارنة بالsimple diffusion هو بيتأثر بالحرارة اكتر منها. دي رابع خاصية. يبقى هو specificity، competition، ال rate بتاعه up to maximum rate وبيتناسب طردي مع الكونسنتريشن جريدينت، ورابع حاجة ان هو سنسيتيف للتمبريتشر عن السيمبل ديفيوجن. طيب ده الدياجرام اللي عندك في الكتاب ده، عايز يقول لك يعني ان هو ان هو ليه ماكسيمم ريت في الديفيوجن بتاعه، زي اللي هي ايه، اللي هي زي تالت نقطة اللي احنا بنتكلم عنها دي، بس هو رسمها لك كده عشان يوريك ان هي ايه، ليها ماكسيمم ريت، مهما زادت في السرعة هي هتجيب اخره خلاص، وصلت عند الايه، عند ماكسيمم ريت ده، مش هتزيد عن كده. ايه معنى الدياجرام ده؟ تعال نبص المحور الرأسي ده، بيقول لك ده الفلوكس او اللي هو الريت اوف ديفيوجن، سرعة الديفيوجن، سرعة دخول المواد جوه الخلية، ماشي، عن طريق الايه، عن طريق ال ايا كان، وات ايفر، يعني عن طريق القنوات او عن طريق الكارير بروتينز لو فاسيليتي الديفيوجن. تمام. وهنا المحور الافقي بيتكلم عن الكونسنتريشن جريدينت، الفرق في التركيز. بص هنا كل ما زاد الفرق في التركيز، كل ما ايه، كل ما هنا في، تعال نتكلم على السيمبل ديفيوجن، كل ما زاد فرق التركيز كل ما الريت بتاع الدخول بيزيد. تمام. يعني تعال نتعمل مثلا النقطه دي كده، هنا كان عالي جدا، كان الريت في ديفيوجن عالي قوي، وفي نفس الوقت الكونسنتريشن جريدينت ماله، فرق في التركيز كان مختلف. تمام. ده سيمبل ديفيوجن. طب تعال نشوف الفاسيليتي ديفيوجن اخباره ايه. لا هو لغايه مدى معين بس وبيوقف، يعني اخره الحته دي، هنا هو اخره بالظبط الريت اوف، الريت بتاع او سرعه دخول المواد جوه الخليه اللي هو الريت اوف ديفيوجن، هو عند النقطه دي بس. تمام. ما بيزيدش عن كده، ده اللي هو عايز يقوله لك من الدياجرام ده.
طيب الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الاوسموزس، ماشي؟ لو حد مش فاهم اي حاجة في اللي احنا اتكلمنا فيه ده يسيب تعليق تحت الفيديو وهرد عليه على طول.